أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز، اخترنا لكم اليوم السيد محمد ناصر الهزاع، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمدن الصناعية. أستاذ محمد، حابين نرحب فيك بداية في البرنامج، وحابين تعرف عن نفسك للمشاهدين الكرام. أنا اسمي محمد ناصر الهزاع، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمدن الصناعية. أستاذ محمد، حابين نعرف شو الخدمات اللي تقدمها شركة الإمارات للمدن الصناعية. شركة الإمارات للمدن الصناعية شركة متخصصة في تأسيس وتطوير المدن الصناعية. اللي تقدمها الآن هي مشروعها في إمارة الشارقة، مدينة الشارقة، عبر مدينة الإمارات الصناعية كبيئة صناعية متكاملة لاستقطاب المشاريع الصناعية والتجارية في الإمارات. أستاذ محمد، حابين نعرف الرؤية المستقبلية للشركة في هذا المجال الواسع. بالنسبة للشركة حقيقة مشروعها يقوم على مساحة تقريبا 9 كيلومتر مربع، شركة مساهمة خاصة، قام على تطوير بيئة صناعية متكاملة عبارة عن أراضي صناعية مطورة بإمكان أصحاب المصانع يقيمون عليها، كذلك مستودعات بمساحة يمكن 2 مليون قدم مربع، في كذلك ساحات مفتوحة. فنقدم حقيقة خدمات لمجمل رجال الأعمال المستثمرين الصناعيين والتجار، مع التركيز والعناية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين. هل حاليا المشروع الرئيسي هو في الشارقة ولا في أكثر من مشروع في أكثر من إمارة؟ المشروع الرئيسي الآن في الشارقة عبر مدينة الإمارات الصناعية، لأنه مشروع كبير، لكن فكرة الشركة تقوم على هذا النوع من الاستثمارات، تأسيس مدن صناعية ومناطق صناعية متكاملة. أستاذ محمد، حابين نعرف شو الأشياء اللي بتميز شركة الإمارات للمدن الصناعية. شركة الإمارات للمدن الصناعية حقيقة مشروع قطاع خاص 100%، تميز بالموقع الجغرافي في منطقة الصجعة في إمارة الشارقة المشرقة، بالمساحة على شارع الإمارات أو شارع الإمارات العابر، يتميز بالمساحة باكتمال البنية التحتية الأساسية من ماء، كهرباء، غاز، يخدم جميع مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، اكتمال كذلك تواجد عدد كبير من الشركات المرموقة، السعر والخدمات المساندة التي تقدمها الشركة للمستثمرين 100%. حابين نعرف أيضا، إحنا طبعا ورانا المشروع الضخم اللي حضرتك ذكرته، حابين نعرف نظرة يعني ولو بسيطة عن المشروع. المشروع كما ذكرت يقع على الشارع العابر الإمارات بمساحة 3 كيلو في 3 كيلو، تقريبا 9 كيلو متر مربع، تتواجد فيه عدة قطع صناعية تجارية، مستودعات، مخازن، ساحات مفتوحة، محلات تجارية، مكاتب، فيتميز حقيقة باكتمال الخدمات وتعدد الخيارات للمستثمرين، وكذلك مراعاة ظروف السوق وظروف المستثمرين، وكذلك التسويق أو التمويل المباشر من الشركة. لا يشترط تواجد البنوك، أحياناً يتم التمويل بنظام التقسيط عن طريق الشركة مباشرة. طبعاً أستاذ محمد، نحن نشهد حدث تاريخي وهو إكسبو 2020 موجود في الإمارات العربية المتحدة في دبي بالتحديد، ونحن نواكب تطور سريع لدولة الإمارات العربية المتحدة التي عودتنا دائما على التطور وعلى المواكبة في التكنولوجيا وفي جميع المجالات العامة. حابين نعرف شو رأيكم أو شو الفكرة اللي ممكن تقدموها كشركة الإمارات للمدن الصناعية في هذا النطاق.
بلا شك أن حدث الإكسبو 2020 يعتبر حدث مهم، لكن ليس بالمستغرب على دولة الإمارات العربية المتحدة. حقيقة اللي أراه واللي تستطيع الشركة أن تقدمه هي حقيقة مواكبة التطورات والمشهد اللي نشهده في الإكسبو من تنوع الشركات والثقافات والدول. حقيقة نقدم عدة خيارات لا تقوم على التملك المطلق ولا تقوم على خيار الشراكة الاستراتيجية، خيار الاستئجار طويل الأمد، خيار تسهيلات الدفع. أتصور أن حقيقة مهم جدا لأي كيان في الوقت هذا، أنه يعني بنقطتين، قضية الاستدامة وقضية الحوكمة، ما يسمى بالإنجليزي الجوفرنس والسستينابيليتي. حقيقة دولة الإمارات كما هي حال كثير من الدول تشهد على تحرص على مسألة اقتصادات مستدامة، اقتصادات مستدامة ومواكبة للتقنيات والتغيرات الحاصلة. كذلك قضية الحوكمة، الاهتمام بالانضباط وتحقيق المعايير الدولية في الاستثمار. طبعا كل اللي تكلمنا فيه اليوم عن الأرض الخصبة والأمن والأمان وجميع هذه الأمور تتطلب دائما الجهود الجبارة من الشيوخ الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. حابينك توجه رسالة شكر من المنبر هذا لجميع شيوخ الإمارات، الله يحفظ. مرة أخرى حقيقة نشكر شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة من موطن الاستثمار، شكر خاص لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى. وكما ذكرتم بدون الدعم السياسي والمؤازرة وتحقيق البيئة لا يمكن لمثل هذه الاستثمارات أن تستمر. بالطبع. فأنا حقيقة شاكرين ومقدرين ما نجده من مؤازرة ودعم من لدن الحكومة الاتحادية وحكومة الشارقة. بالتأكيد. حابين نعرف رأيك الشخصي بموضوع الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، هي من أمن الدول في العالم، فحابين نعرف كيف الأمن والأمان ممكن يساعد على استقطاب المستثمرين واستمرار العمل ومجال الاستثمار بشكل عام في الإمارات العربية المتحدة. يعني حقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا صار لي مقيم في دولة الإمارات العربية الشقيقة أكثر من 17 سنة، ما شاء الله، لأني من المملكة العربية السعودية. وحقيقة هذا من أهم العناصر لاستقطاب واستمرار الاستثمارات والأعمال وازدهار الأعمال. يعني حقيقة في الإمارات ما زلنا نرى الأبواب المفتوحة. بالتأكيد. جرائم الاعتداء على الأملاك وعلى الأنفس محدود جدا. كذلك يعني كما ذكر الشيخ محمد بن راشد بأن الإمارات تفخر بحرية التنقل فيها ليلا. بالتأكيد. هذا حقيقة يعتبر مؤشر على قضية الأمن والأمان التي نفخر بها حقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتأكيد. طبعا حابين نوجه رسالة شكر لجميع شيوخ الإمارات والشيخ محمد بن راشد بالتحديد للجهود العالمية في سهولة استقطاب المستثمرين وفي سهولة العمل في دبي. أستاذ محمد، حابين نعرف كيف ممكن التواصل مع شركة الإمارات المدن الصناعية، كيف ممكن أنه كمستثمر أو كشخص حابب أنه يتعامل مع شركة الإمارات المدن الصناعية التواصل مع الشركة؟ والله حقيقة في عدة طرق. طبعا الآن التركيز يقوم على الديجيتال ماركتينج. لدينا موقع على الشبكة العنكبوتية الانترنت، الفيسبوك، بزنس واتساب، الايميل، كذلك التواصل المباشر. فأصبح حقيقة التواصل مع مدينة الإمارات عن طريق
مكاتب التسويق العقارية وشركات التسويق العقارية والوسطاء. فيعني الوصول للإمارات أصبح حقيقة وللشركة أصبح حقيقة متاح وميسر. بالتأكيد أستاذ محمد، حابين نشكرك على وقتك الثمين وعلى استضافتك اليوم لنا في مكتبك الجميل. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا المميزة لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.